الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم ويوم جديد من استاد الاهلي. اكيد طبعا مستمرين في حديثنا عن المباراه او الحدث القوي اللي هيكون ان شاء الله يوم الاحد يوم السبت الساعه 7 بامر الله، طبعا مباراه الاهلي والوداد البيضاوي المغربي في نهائي افريقيا لدوري ابطال افريقيا. طبعا مباراه هتبقى في غايه الصعوبه، مباراه مهمه جدا، عشان كده احنا مستمرين في كلامنا. اعتقد ان احنا يمكن من كلامنا هنقول بعض الاشياء اللي ممكن تحدث في هذه المباراه، زي ما اتكلمنا كده في مباراه النجم، وكنا بنتكلم قبلها باسبوع عن سير المباراه وشكلها هيبقى عامل ازاي، وتوقعنا ان ممكن لو حصل ان يبقى فيه هدف الامور تتفتح بشكل كبير امام النجم الساحلي. لكن خلينا اقول لحضراتكم ان كل مباراه ليها شكل مختلف، عشان كده دايما نصائحنا للاعبين هو التركيز بشكل قوي جدا ال 90 دقيقه. ممكن وارد جدا ان ما يحصلش نفس السيناريو اللي حصل في مباراة النجم، عشان كده يمكن جمهورنا عنده أمل ونشوة وثقة في اللاعبين ان هم يخلصوا المباراة بنفس اسلوب مباراة النجم. ده يعني نتمناه طبعا احنا كجمهور وكل محللين وكل محبي النادي الأهلي ان الامور تتسهل بنفس الشكل في زي ما كانت في مباراة النجم. ولكن طبعا السيناريوهات دي ممكن تختلف من مباراة الأخرى، حتى لو كان الخصم اللي قدامك اضعف من الفريق اللي انت كسبته قبل كده 6 زي ما بقول لكم مباراة النجم. ولكن طبعا في هذه البطولة الوصول للنهائي ده يدل على قوة الفرق اللي بتوصل للنهائي. نادي الاهلي نادي كبير، الوداد البيضاوي المغربي نادي كبير ويسمى ايضا بالقلعة الحمراء، ايضا نادي الاهلي القلعة الحمراء طبعا، ولكن ايضا في بلد في المغرب العربي او في دولة المغرب الوداد البيضاوي يسمى ايضا بالقلعة الحمراء. فبالتالي انت بتقابل افضل الاندية الموجودة في الدوري المغربي وفي افريقيا ايضا. يمكن هو حصل على هذه البطولة مرة واحدة النادي الاهلي 8 مرات، ويتطلع ان شاء الله للنجمة التاسعة من خلال هذه المباراة، سواء بقى هنا في استاد برج العرب او ان شاء الله في استاد محمد الخامس ان شاء الله في المغرب. كل التوفيق ان شاء الله لفريقنا، ولكن السيناريو لازم اعتقد انه ممكن يختلف بشكل كبير. ان شاء الله نسهل على نفسنا، دي الاهم، انك فعلا ممكن تجيب هدف في الاول ويسهل الامور تبقى زي مباراة النجم، وممكن الامور تصعب بشكل كبير ايضا في هذه المباراة، وانت من خلال طبعا وجود الجمهور والدعم والمؤازرة على مدار ال 90 دقيقة ان شاء الله يبقى المكسب هو حليفك. لكن نتمنى ان شاء الله اللعيبه تبقى في حاله تركيز عالي جدا، فنيا عالي جدا، كابتن حسام البدر ايضا وادارته للمباريات اللي احنا شفناها في مباراه النجم، وكفاءه العاليه جدا للجهاز الفني في اداره المباراه وفي التغييرات تبقى بنفس الوضع ونفس التركيز، لان زي ما اللاعب بيركز المدير الفني اثناء المباراه ايضا بيركز بشكل كبير. فكل التوفيق لكابتن حسام البدري واختياراته في هذه المباراه بامر الله. عايز اقول لكم يمكن كابتن حسام البدري نتيجه طبعا بعض الاصابات زي صالح جمعه و يعني حسام عاشور، ما زالت طبعا اصابته موجوده. حسام عاشور وصالح جمعه خرجوا بره القائمه اللي اختارها كابتن حسام البدري لهذه المباراه، خساره طبعا كبيره سواء حسام عاشور او صالح جمعه اللي كان متالق بشكل كبير في المباراه السابقه امام النجم. فكابتن حسام اختار القائمه كالتالي: كابتن شريف اكرامي في حراسه المرمى واحمد عادل ومحمد الشناوي، ايضا في خط الدفاع محمد هاني واحمد فتحي ورامي ربيع ومحمد نجيب وسعد سمير وعلي معلول وحسين السيد وصبر رحيل، خط الوسط هشام محمد وعمرو السليه وليد سليمان ومؤمن زكريا واحمد الشيخ احمد حمودي عبد الله السعيد وكريم نيفيد وميدو جابر، وفي الامام عماد متعب واجايه وازارو. دي القائمه اللي اختارها طبعا كابتن حسام البدري. طبعا استبعد كل من حسام عاشور للاصابه، ايضا صالح جمعه للاصابه، خساره اعتقد لفريق النادي الاهلي. لكن انت بتخسر لاعب مهم، الحمد لله بيرجع لنا لاعب ايضا مهم زي احمد فتحي في الناحيه اليمنى، ويمكن محمد هاني اللاعب المميز اللاعب الشاب ادى بشكل جيد جدا في هذه المباراه، وكان صمام امام ناحيه اليمين لفريق النادي الاهلي، وكان مميز جدا كمان في الجزء الهجومي محمد هاني اللاعب الشاب بالنسبه لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. نتمنى طبعا كابتن حسام، ممكن وارد جدا كابتن حسام تفكيره انه يرجع احمد فتحي في مكانه الطبيعي ويفضل ويستقر كما هو عليه في خط الوسط لرامي ربيع مع عمرو السليه، بجانب طبعا عمرو السليه والاداء المميز جدا لرامي ربيع احد نجوم لقاء النجم الساحلي. فبالتالي كابتن حسام بدري طبعا بيفكر من دلوقتي ازاي ايضا يحل الموضوع، ان كان احنا كلنا كان على امل ان حسام عاشور يخف ويرجع ويبقى سليم، ولكن طبعا ما نقدرش نلعب حسام عاشور طول ما هو الاصابه موجوده وما زالت موجوده عنده. فبالتالي الف سلامه على حسام والف سلامه على صالح، ولكن طبعا احنا عندنا لعيبه زي ما احنا بنشوف
رامي ربيعه بيأدي بشكل مميز جدا في وسط الملعب، محمد هاني أدى بشكل مميز في وسط الملعب، صالح جمعه أدى بشكل مميز في الجزء الامامي بدلا من عبد الله السعيد منذ البدايه، فبالتالي عبد الله السعيد بيرجع اهو، احمد فتحي بيرجع، يمكن اكيد كل اللاعبين اللي تميزوا في هذا اللقاء ايضا امام النجم، سواء بقى مؤمن اعتقد ان هو ان شاء الله هيكمل شكله الفني العالي قوي في مباراه النجم، يبقى في مباراه الوداد ويبقى مكسب كبير، ايضا اجاييه وليد ازارو اللي تالق بشكل كبير ورفض ان هو خلاص، يعني كان بعض الناس يقول لك وليد ازارو دي كانت اخذ فرصه ليه، رفض ان هو بقى يقعد على الدكه خلاص تماما، وليد ازارو بيكمل مشواره مع النادي الاهلي بتالق وبيخش من ضمن افضل اللاعبين للنادي الاهلي اللي احرزوا هاتريك في دور نصف النهائي، كابتن زكريا ناصف، كابتن محمود الخطيب، كابتن محمد ابو تريكه، حسام حسن، واخيرا طبعا وليد ازارو، فبالتالي كل التوفيق ليه ان شاء الله. ايضا لاعبي النادي الاهلي من خلال مباراه النجم بيكونوا موجودين جوه تشكيله الكاف، يعني اللي اختارت الكاف في مباراه النصف النهائي، وليد ازارو، محمد نجيب، معلول، ربيعه، مؤمن، زكريا، صراحه يعني كل اللاعبين اللي احنا بنقول اساميهم يعني، وكل الفريق صراحه في اليوم ده كان على قدر المسؤوليه وعلى قدر الوضع اللي كان فيه فريق النادي الاهلي وحاجته لهذه المباراه ووصوله ان شاء الله للدور النهائي، وده حصل من خلال التكاتف واجتهاد اللاعبين في هذه المباراه. ما شاء الله نشوف محمد نجيب مثلا بالرغم ان هو ما بيلعبش بشكل اساسي، ولكن تواجده في الملعب في اليوم ده كان رائع وبيطمن كابتن حسام البدري. ما شاء الله محمد نجيب كل ما بيبقى موجود بيطمن كابتن حسام البدري ان هو لو احتاجه في اي وقت هو متواجد ومتواجد بشكل جيد، عشان كده لو احنا اتكلمنا في المباراه القادمه ما عندوش مشكله كابتن حسام البدري ان يخلي رامي ربيعه في وسط الملعب لو حب كابتن حسام البدري، لان عنده لاعب مميز اسمه محمد نجيب في خط الدفاع وقلب دفاع النادي الاهلي، ولكن طبعا كل التوفيق. ايضا الحكم الاثيوبي باملاك تيستي اعتقد ان هو من الحكام اللي بوش الساعد دايما على النادي الاهلي، دائما النادي الاهلي لما بيكون هذا الحكم موجود ما بيخسرش، يعني نتمنى طبعا تستمر انه يستمر هذا الحكم يبقى وشه حلو علينا في هذه المباراه، المباراه المهمه ان شاء الله النادي الاهلي ان شاء الله حقق نتيجه مميزه، نتيجه ايجابيه تريحنا كتير قوي في المغرب امام هذا الفريق اللي احنا يمكن لعبناه مرتين في هذه البطوله او هذا العام، مره في المغرب وخسرنا 2-0 ومره هنا ايضا احنا كسبناه 2-0، هو كان اول مجموعتنا واحنا تاني مجموعه، ولكن طبعا كان في منافسه قويه على الاول والتاني، لكن زي ما بقول لكم احنا الوضع بيختلف عندنا تماما في المباراه النهائيه، الادوار الاولى مختلفه تماما مع الاهلي عن الادوار او الدور النهائي بالذات، لما انت توصل قبل كده دي المره ال11 على فكره اللي احنا نوصل فيها لنهائي افريقيا، لما توصل قبل كده 10 مرات تكسب 8 بطولات وتخفق في 2، اعتقد ده معدل مفيش اعتقد نادي في افريقيا ممكن يوصل لهذا المعدل حتى الان، بالتالي ان شاء الله المره ال11 دي ان شاء الله ان شاء الله تبقى من نصيبنا النجمه التاسعه والوصول للمره السادسه لكاس العالم للانديه، وده اللي احنا نتمناه بامر الله. يمكن الجمهور كان النادي الاهلي طلب ان وصول عدد الجماهير ل 70,000، ولكن الجهات الامنيه رفضت ان العدد الجمهور يوصل للنقطه دي، فبالتالي ال 50,000 زي ما هم، لكن احنا زي ما احنا شفنا بعد اذنك يا احمد كده شكل الجمهور لو معاك تجيبه لنا، شكل الجمهور اولا قبل المباراه واثناء المباراه هو كان العامل والداعم الاساسي في ان توصل نتيجه المباراه بالشكل اللي احنا شفناه، طبعا بدعواتهم كلهم في الملعب واحنا بره من كل محبي النادي الاهلي في كل انحاء الدول العربيه والعالم كانوا بيدعوا للنادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي بالشكل اللي احنا شفناه، عشان كده الامور تسهلت بشكل كبير، فبالتالي 50 موجودين، 60 موجودين، 70 موجودين، ولا يمكن انا بقول ان احنا النادي الاهلي بالقاعده الكبيره دي 100,000 متفرج ما يكفيش كمان الاستاد، ولكن طبعا اللي موجود ان شاء الله هم داعمين ومؤذرين لفريق النادي الاهلي عشان يحقق نتيجه ايجابيه. يعني حتى الان الحجز على الموقع الرسمي للنادي الاهلي تعدى ال 200,000، ولكن انا عايز اقول لكم في بعض الناس بيتصلوا بيا ويعتقد الاستاذ وليد مهدي طبعا صديقي وحبيبي واللي بيقوم بدور كبير جدا في هذه الجزئيه وجزئيه تنظيم المباريات والجماهير ودخولهم والدعوات والتذاكر، ان في ناس بتخش ما بتعرفش او بيحصل عمليه رفض ليهم ان هم ياخدوا التذاكر، ما اعرفش بقى ايه السبب، هل
السبب في السيستم او مثلا الضغط الكبير اللي ممكن يبقى على الموقع في التوقيت ده، ولكن تكرار المشكله مستمر، يعني الشكوى مستمره من الجزئيه دي. يمكن زي ما بقول احنا تعدى ال 200,000، يبقى اكيد في مشكله في الضغط على السيستم بشكل كبير في توقيت واحد، ولكن ده اللي احنا عايزينه. الشكل اللي انا شايفه امامي على الشاشه ده اللي احنا نتمناه ان شاء الله في اليوم ده، يعني حتى السبيشال نيدز الموجود في على الشاشه زي ما شايفين الموجودين بيشجعوا النادي الاهلي، محبي النادي الاهلي، هو ده اللي احنا نتمناه في اليوم ده. ما نستعجلش على فريقنا، زي ما بقول لكم سيناريو مختلف، سيناريو مختلف عن المباراه السابقه، ممكن يبقى موجود سيناريو المباراه السابقه لو احنا سهلناها طبعا بالدعم الجماهيري اللي احنا شفناه، وممكن السيناريو يتصعب، كل دي امور وارد انها تبقى موجوده. عشان كده جمهورنا لازم يبقى واعي للجزئيه دي. انت بتلعب فريق قوي، نهائي افريقيا، مش نهائي اي حاجه، نهائي افريقيا، يعني انت امام الوداد، فريق كسبك مره في دوري المجموعه او بطوله المجموعات، وانت كسبتهم ايضا هنا في القاهره، هم كسبوك في المغرب وانت كسبتهم هنا بنفس النتيجه، فبالتالي لازم نبقى بنفس اسلوبنا ان احنا ابتدينا بيه، تشجيع ودعم كبير جدا لفريقنا، حماسه تبقى موجوده عشان نوديهم الحماسه دي، لازم تشجيع قوي جدا ومؤازره حتى الدقائق الاخيره، حتى لو احنا كسبانين يعني بعدد من الاهداف ان شاء الله نبقى مكملين كده، لان احنا واضح ان احنا لعبتنا الشهيه بتاعتهم اتفتحت ان شاء الله بامر الله، هدفهم بقى قريب جدا من تحقيقه، وهدفنا احنا كلنا كاهلاويه محبين النادي الاهلي بقى موجود وعلى ارض الواقع، ولكن خلاص خلاص خطوة واحدة فقط لا غير، خطوة واحدة للحلم الوصول للنجمة التاسعة من خلال طبعا مباراتين، عشان كده بنقول مباراتين مش مباراة واحدة، مباراة هنا بنطمن بيها نفسنا بنتيجة كويسة، والمباراة الثانية في استاد محمد الخامس في المغرب بنطمن أكتر وبناخد هذه البطولة، ده اللي احنا نتمناه من خلال الحالة الفنية اللي احنا شفناها في مباراة النجم والحالة البدنية أيضا في هذه المباراة، لو الحاجتين دول اتطبقوا بنفس الأسلوب بنفس الشكل أعتقد المكسب هيبقى حلفنا بشكل كبير في المباراتين، يا رب بامر الله تبقى هي دي العلامات تبقى موجوده باللي احنا شفناه ان شاء الله بالدقائق الاولى في هذه المباراه، مباراه النجم تبقى موجوده في مباراه الوداد المغربي. يمكن المعامله بالمثل، كابتن سمير عدلي انهى تقريبا تاشيرات اللاعبين الخاصه طبعا بالسفر للمغرب بامر الله، وبيشيد طبعا بالتعامل الجيد من القنصل المغربي هنا بالقاهره، والاتصالات الموجوده ما بين كابتن سلعه حفيظ وكابتن سمير عدلي بمدير الكره بنادي الوداد، وتجهيز المعسكر الخاص بفريق النادي الاهلي بالمغرب. طبعا كل حاجه ما بتتسابش لما بعد المباراه، لا لازم قبلها بتظبط حالك وبتظبط نفسك، وهي دي اداره النادي الاهلي وكل العاملين بالنادي الاهلي بالاخص طبعا جهاز كره القدم بالنادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ، وبيساعده طبعا كابتن سمير عدلي في هذه الجزئيه، واكيد بنشوف بقى التمرين هيبقى في التمرين في هناك هيبقى فين، الاقامه هتبقى فين، الشكل والمواعيد هتبقى عامله ازاي، كل ده بيتجهز من خلال كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سمير عدلي، وهو ده اللي احنا نتمناه دايما، يبقى الامور سهله وبسيطه، واكيد المعامله بالمثل اكيد اتعمل لفريق الوداد المغربي اللي وصل النهارده اسكندريه وبيتمرن وهيتمرن والامور ماشيه سلسه معاه بشكل كبير، فكل التوفيق ان شاء الله لفريقنا، وما زلنا زي ما بقول لكم الدعوات مستمره ليهم، لازم نقعد ندعي كده ليهم، والدعوات هي مهمه جدا جدا لفريقنا ان شاء الله بالفوز بامر الله في هذه المباراه. اعلان الاتحاد الافريقي عن اختيار المهندس محمود طاهر لعضوية لجنة الأندية الأفريقية بالاتحاد الأفريقي، دي حاجة أيضا تحتسب للنادي الأهلي أن المهندس محمود طاهر يبقى متواجد عن ممثلا عن الأندية المصرية في الاتحاد الأفريقي. طبعا لجنة الأندية دي هي المسؤولة عن المسابقات الخاصة بالقارة السمراء، المسابقات الخاصة بالاتحاد الأفريقي زي دوري أبطال أفريقيا، الدوري، الكونفدرالية، أيضا الرخص اللي موجودة من الأندية الأفريقية اللي عايزة تبقى أندية محترفة، هي دي اللجنة الخاصة بالقرار بهذه الجزئيات، سواء بقى المسابقات أو الأندية اللي بتبقى طالبة أنها تبقى أندية محترفة والرخصة، رخصة الأندية المحترفة في القارة الأفريقية. فطبعا شرف كبير جدا للنادي الأهلي أنها يبقى ممثل عنه المهندس محمود طاهر عن الانديه المصريه كلها هنا في الاتحاد الافريقي، دي حاجه مميزه، بنبارك المهندس محمود طاهر على هذه العضويه، ولكن طبعا مجهود كبير بيقوم به مجلس الاداره في التوقيت الحالي، الدعم المعنوي والدعم اللي موجود، وجودهم في التمرين ووجودهم خلف فريقهم بشكل كبير، ده حاجه تحتسب ليهم،
واكيد يعني من يجتهد ربنا بيديله، فبالتالي كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي بالكامل، جمهور، محبين، لعيبه، جهاز فني، وده اللي احنا نتمناه، ان احنا دايما نبقى متقدمين او موجودين دايما سابقين بخطوات عن اي نادي موجود، سواء بقى في مصر او في افريقيا، وده هو ده طموحنا دايما، وده اللي بيخلينا دايما في المقدمه، دايما احنا الاول وسابقين بخطوات عن اي انديه. يعني كلام كتير بقى عن المباراه، وما زلنا مستمرين في كلامنا. الشكل الفني اللي كان في مباراه النجم، هل ممكن يتكرر في مباراه الوداد في نهائي افريقيا ولا لا؟ وايه افضل التشكيلات اللي او التشكيل اللي هيبقى موجود في المباراه القادمه بعد عوده لاعبين مميزين وخروج بعض اللاعبين المميزين نتيجه الاصابه؟ هتكلم مع نجم مصر ونجم النادي الاهلي كابتن عمرو حديد بعد الفاصل عن هذه الموضوع او هذه المواضيع الخاصه طبعا بالفريق، وبعض الامور ممكن بقى الخاصه طبعا بالتكتيك اللي ممكن يكون كابتن حسام بدري بيفكر فيه في هذه المباراة. ولكن خلينا نروح لفاصل واستقبل كابتن عمرو الحديدي، وطبعا كلام عن مباراة الأهلي والوداد المغربي البيضاوي.